نشرة الحصاد من أورينت، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهل حصادنا لهذه الليلة بأبرز عناوينه. الغزو الروسي لأوكرانيا، عشرات القتلى والجرحى وإسقاط مروحيات عسكرية، تنديد دولي واسع، والناتو يقول لا خطط بشأن إرسال قوات من التحالف إلى أوكرانيا. واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين بأوامر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني. الكشف عن شبكة صواريخ إيرانية موجهة نحو قواعد التحالف الدولي في دير الزور. بيقولولنا روحوا على المندوب فلان، بيقولولنا روحوا شرم. وفي الحصاد أيضا اتهامات للمنظمات الإغاثية في لبنان بتهميش اللاجئين السوريين، ومبررها الوحيد قلة الدعم. وفي خبر اليوم أيضا، بعد إعلان ترامب عنها، منصة تروث سوشال تتعرض لإشكال قانوني قد يعيق انطلاقتها. وفي صورة سورية، الرسام السوري عزيز الأسمر يتضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي بطريقته الخاصة. نبدأ ملفات الحصاد من تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أعلن الجيش الأوكراني قتل 50 جنديا روسيا وإسقاط 7 مقاتلات حربية ومروحيتين خلال مواجهات مع القوات الروسية، في حين نقلت رويترز عن الرئاسة الأوكرانية تأكيدها مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد حركة نزوح كبيرة واشتداد وتيرة القصف، وسط تنديد دولي بالهجوم الروسي وفرض عقوبات جديدة على موسكو. نتابع. هي نتائج الحرب الحتمية، دمار ورعب ونزوح وضحايا في صفوف المدنيين. نتائج بدأت أوكرانيا بجنيها فور الهجوم الروسي على أراضيها، بالتوازي مع ما تعتبره كييف خذلانا من دول حلف شمال الأطلسي الناتو، الذي قطع الشك باليقين على لسان أمينه العام يانس ستولتنبرغ، الذي قال إن حلفه قدم أنظمة دفاعية للقوات الأوكرانية ولا نية لديه في إرسال قوات لمواجهة روسيا. لا توجد قوات قتالية تابعة للناتو على الإطلاق داخل أوكرانيا. لقد أوضحنا أنه ليس لدينا أي خطط لنشر قوات الناتو عن قصد في أوكرانيا، وإنما نعمل على زيادة وجود قواتنا في الجزء الشرقي من أراضي دول الناتو في أوروبا. على الرغم من الفوارق الكبيرة في القوات والعتاد العسكري، مواجهات عنيفة بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية التي كثفت طائراتها من الغارات على مواقع وقواعد عسكرية، فيما أعلن الجيش الأوكراني قتل أكثر من 50 جنديا روسيا وإسقاط 7 طائرات حربية، فضلا عن تدمير 3 دبابات روسية، بالتزامن مع إعلان قائد أركان الجيش الأوكراني إطلاق بيلاروسيا 4 صواريخ باليستية باتجاه بلاده. ردود أفعال دولية غاضبة وفرض لمزيد من العقوبات على روسيا وتجميد للأصول المالية الروسية، حيث وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاعتداء الروسي بالعمل العدواني الذي يهاجم الديمقراطية والحرية في أوروبا الشرقية والعالم، فيما أكد الرئيس التركي أنه أعرب لنظيره الأوكراني عن دعم بلاده لنضال أوكرانيا من أجل حماية وحدة أراضيها، بينما رأى رئيس الوزراء البلجيكي أن الجميع مستهدف في الهجوم الروسي، وسط تأكيد من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده تدافع عن سيادتها وحرية شعبها. هذا الصباح أيها المواطنون الأعزاء قد سجل في التاريخ، لكن هذه القصة مختلفة سواء بالنسبة لبلدنا أو لروسيا. لقد قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. إن أوكرانيا تدافع عن نفسها ولن تتخلى عن حريتها بغض النظر عما تعتقده موسكو. وبالنسبة للأوكرانيين فإن الاستقلال والحق في العيش على أرضهم وفقا لإرادتهم أمر عالي القيمة. معارك وقصف متواصل ومعاناة متزايدة للسكان في أوكرانيا التي يبدو أنها ستقارع وحدها جحافل بوتين نيابة عن أوروبا المكتفية بالمساعدات والدعوات وفرض العقوبات في أفضل الأحوال.
من واشنطن ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي الأكاديمي والكاتب السياسي معنا عبر سكايب. مرحبا بك معنا دكتور محمد. هل هناك دكتور أي شيء من الممكن أن يغير موقف المتفرج الذي تتخذه الولايات المتحدة بالتحديد حتى الآن تجاه الأزمة الأوكرانية؟ هل مثلا إذا سيطر الروس على كامل الأراضي الأوكرانية من الممكن أن يتغير شيء في الموقف الأمريكي؟ من الواضح أن مصداقية الرئيس بايدن في البيت الأبيض أصبحت الآن مثار الكثير من النقاش. هل يتمسك بكل المحاذير وبالأضواء الحمراء كما كان يقول بأن إذا تحركت المدفعية الروسية إلى أوكرانيا فإن هناك سلسلة عقوبات ستخنق أنفاس الاقتصاد الروسي وتضيق الخناق على الكرملين، أم أنه الآن ربما قد تجاوزت الأحداث هذه الخطوط الحمراء؟ فما نترقبه الآن هو مدى التغول الروسي في أوكرانيا، ونتحدث الآن عن سقوط 40 من المدنيين والجنود الأكران، ولا شك أن المعارك ستزداد خاصة بين الموالين لموسكو والمنفتحين على الغرب في كييف وغيرها. وأيضا إلى أي حد يمكن للأدوار الأوروبية أن تقدم وساطة فعلية؟ بمعنى أنا أقولها منذ فترة أن في نهاية المطاف لن يأتي الحل لا من البيت الأبيض بنظرية العقوبات ولا من الكرملين بنظرية الازدواجية، التلويح بالدبلوماسية والتحرك العسكري الميداني، إلا أن الأوروبيين الآن هم طرف مباشر وعليهم أن يبتكروا الحل الثالث ليقنع الروس بإعادة النظر فيما يفعلون الآن، وأن لغة الاجتياح ليست هي الحل. فبالتالي الأوروبيون أي حل هذا الذي يمكن ابتكاره دكتور محمد؟ والمسؤولين الأمريكيين حسب ما تنقل وسائل الإعلام الأمريكية يتوقعون أن تسقط كييف ومعظم أو كل الأراضي الأوكرانية بيد الروس خلال 96 ساعة على أبعد تقدير. أولا، أنظار الكرملين ليست على أوكرانيا فحسب، بمعنى أوكرانيا هي فقط غرفة عمليات، لكن الموقف أكثر شراسة. الكرملين يوجه خطابه الصريح بأنني أستعرض القوة وأفرض ما ينبغي أن أفرضه الآن، لأنني أدافع عن حرمة الأمن القومي الروسي، وبالتالي على حلف شمال الأطلسي أن يبتعد عن حدودي وعن الجوار. إذن الآن ينبغي أن نهتم أيضا بأن هناك مخاوف أمنية ومخاوف استراتيجية لدى الكرملين، ومن خلالها يندفع نحو أوكرانيا لتوجيه هذه الرسالة إلى الأوروبيين وإلى الولايات المتحدة أيضا. إذا أردنا أن نصل إلى هذه التصريحات دكتور محمد التي أدلى بها بوتين والتي حذر من خلالها دول الغرب بالتحديد من الاقتراب من الأراضي الأوكرانية، هل انعكست بالضرورة على الموقف الغربي الضعيف حتى الآن من الأحداث في أوكرانيا؟ لم يستجب الغرب لمطالب الكرملين، ولاحظنا الرسالة الشهيرة التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي إلى نظيره لافروف قبل 3 أسابيع أثارت خيبة الأمل. وحتى الآن أعتقد أن الحنق السياسي لدى بوتين والذي يجعله الآن يبلور هذا الإخراج السياسي الشيكسبيري، يستعرض القوة ويقول أنه يدافع عن الاستقرار وأنه يرسل قوات حفظ سلام. يعني أين السلام وأين ما نشهده اليوم؟ إذن الغرب هنا السؤال دكتور محمد. دكتور محمد، هنا السؤال، هذا الاستعراض الذي يقوم به الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذه الصورة التي يريد إظهارها للعالم في أوكرانيا، ألا تستفز أي شيء لدى يعني الدول الغرب على رأسها من الولايات المتحدة؟ لا شك أن هناك حرج للدول الغربية التي لم توجه له ما يكفي من الردع. منطق القوة يفرض أن لكل قوة ما يوقفها عند حد معين، لكن الغرب لا يريد أن يجازف بأي مواجهة عسكرية، وحتى الدعم لأوكرانيا هو دعم محدود، وتراجع عن فكرة إرسال 8500 من المقاتلين الأمريكيين، بل حتى سحب 160 من الخبراء العسكريين الذين كانوا يعملون مع الأوكرانيين على الحدود البولندية. باختصار، الغرب لا يريد المعركة العسكرية، لكن ما الذي يريده إذن؟
الغرب يعتقد أنه سيوجع الاقتصاد الروسي بهذه العقوبات الشرسة، سيصل السكين إلى العظم، وبالتالي سيتعين على بوتين مرغما الانصياع. وأعتقد هذه فرضية فضفاضة للغاية، لأن بوتين الآن لا يكترث حقيقة بعواقب تلك العقوبات، فبالتالي المنطق العسكري في الكرملين والمنطق الاقتصادي أو منطق الاقتصاد السياسي والعقوبات وتبعاتها في أوروبا أو في منطق أوروبا ومنطق الولايات المتحدة لا يتقاطع. لا أرى أن هناك قراءة متبادلة، بمعنى أن الكرملين لا ينظر حقيقة إلى أهمية العقوبات، يعتبرها وسيلة ضعيفة، والغرب يعتقدون أن هي الوسيلة الأنجع في أن يعيد النظر في هذا الاجتياح وأن يحمد ربه داخل الكرملين. إذا نحن الآن في يعني بصدد كوكبين مختلفين في التفكير السياسي لا يلتقيان عند نقطة واحدة، إلا أن أوكرانيا تظل بالنسبة للكرملين هي الأرضية التي يبني عليها هذه القوة الروسية ويلوح بها من خلالها. باختصار، دكتور محمد، هذه السياسة الغربية التي تتبع فيما يتعلق بأوكرانيا، هل من الممكن أن تتغير إذا تغيرت أي من أطراف المعادلة على الأرض؟ ينبغي أن تتغير المعادلة من خلال الدور الأوروبي بأن يقدم صيغة معينة تقنع الروس بأنه لا خوف على أمنهم، وأن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لا يسعيان لضم جمهوريات سوفيتية سابقة، فبالتالي يغلق ملف أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، لن يتكرر سيناريو جمهورية التشيك وبولندا والمجر، وبالتالي نوقف كل هذا المد الذي بدأه بوتين في جورجيا عام 2008، شبه جزيرة القرم عام 2014، وأوكرانيا عام 22. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الشرقاوي الأكاديمي والكاتب السياسي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات استهدفت أفراد شبكة دولية تديرها ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وتمول ميليشيا الحوثي ضد الحكومة اليمنية. الوزارة قالت إن الشبكة المستهدفة أسهمت في دعم ميليشيا الحوثي بعملياتها العدائية المتزايدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن والدول المجاورة. وبحسب بيان للوزارة، فإن الأفراد الذين شملتهم العقوبات مدانون بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء بقيادة فيلق القدس التابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني. ونشرت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مجموعة جديدة من الصواريخ على أطراف دير الزور ووجهتها باتجاه قواعد التحالف الدولي. شبكة نهر ميديا المحلية كشفت أن الصواريخ من نوع جراد نشرتها الميليشيا في بساتين الحويجة في خطوة استفزازية لقوات التحالف المنتشرة بحقل كونيكو. وقالت الشبكة إن الإشراف على العملية تم حصره بالعناصر الإيرانية فقط، فيما تم استبعاد المجموعات المحلية التابعة لها، حيث تمت العملية وسط حراسة أمنية واستنفار مشددين. ينضم إلينا عبر السكايب من الحدود السورية التركية الصحفي في شبكة نهر ميديا عهد الصليبي. أستاذ عهد، مرحبا بك معنا في حصاد أورينت. بالنسبة لهذه المعلومات التي كشفتموها أنتم في شبكة نهر ميديا، نتحدث عن صواريخ فقط أم عن منصات إطلاق صواريخ هنا أستاذ عهد؟ بداية مساء الخير لكم والأستاذ المشاهدين. نعم، يعني بالبداية دعني أعرف عن حويج الصقر، ما هو هذا الاسم وأين تقع؟ حويج الصقر هو مصطلح الحوائج، هو الحوائج تحديدا يطلق على الجزر النهرية التي تقع وسط نهر الفرات، وهي تعتبر حي من أحياء مدينة دير الزور، تقع في الجهة الشمالية أي بوسط النهر قريبة من الريف الشمالي لمدينة دير الزور. هذا أيضا يعني أنها قريبة من حقل الغاز كونيكو شمال شرق مدينة دير الزور. كم كيلومتر تقريبا يبعدان عن بعضهما الحقل وبساتين الحويجة؟ أعتقد حوالي 10 كيلو أو أقل من ذلك. يعني هذه الحويجة سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية إبان انتهاء سيطرة تنظيم داعش أواخر عام 2017، وسيطرت عليها بشكل كامل، اتخذتها قاعدة لانطلاق أو كمستودع
أو ترسانة للذخائر والمستودعات لها ولعناصرها الأجانب ولإقامة بعض النشاطات في داخلها، الحويجة ومناطق أخرى في دير الزور. أيضا وردتنا أنباء يوم أمس عن يعني من مصادر ضمن الميليشيات الإيرانية عن يعني استخدام صواريخ أخرى جراد إلى منطقة أو قلعة الرحاوة الأثرية جنوب مدينة الميادين التي كانت تستهدف منها قوات التحالف الدولي على الضفة الأخرى في الفترة السابقة. هنا الميليشيات الإيرانية تتصرف يعني بطريقة عنجهية إن صح التعبير، خاصة أنها يعني كانت قد تلقت العديد من الضربات في أوقات سابقة في الميادين والبوكمال. الآن نلاحظ ونرى أنها بدأت بإدخال الصواريخ وقواعد قواعد إطلاق الصواريخ إلى حويج الصقر القريبة من كما ذكرنا من قاعدة حقل الغاز كونيكو. ربما نشاهد في الفترة القادمة ردات فعل يعني غير طبيعية من الميليشيات الإيرانية متواجدة في هذه الحويجة. طيب. كذلك الأمر يعني لو سألنا من الذي يقوم بهذه التصرفات، تقوم بها كافة الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني. كذلك الأمر يعني اتخذت الميليشيات الإيرانية من قلعة رحبة جنوب الميادين مستودع للذخائر والأسلحة، يعني هي لتبعد النظر عن التحالف الدولي وطيران التحالف الدولي الذي تعود على قصف تلك المناطق بأن هذا المكان أثري ولا يخطر على البال بأنه سيكون مستودع للميليشيات الإيرانية. الآن تعتبر قلعة رحبة هي من أضخم المستودعات للميليشيات الإيرانية في عموم دير الزور، يعني بعد أن نقلت جل عناصرها ومقراتها. طيب من أستاذ مدينة أستاذ عهد، بالنسبة لطبيعة المكان الذي يعني يتم إيداع الصواريخ فيه، الصواريخ الميليشيات الإيرانية في بساتين الحويجة، بالنظر إلى طبيعة هذا المكان، هل من الصعب يا ترى أن يتم استهدافها؟ هل طبيعة المكان تجعل من الصعب أن يتم استهداف يعني هذه الأسلحة صعبة من قبل التحالف الدولي مثلا؟ لا، هي ليست صعبة، يعني كما ذكرت لك هي جزيرة نهرية تقع بوسط النهر ومكشوفة، لكنها كثيفة بالأشجار، ربما هذا يعني يدفعها للتمويه قليلا عن الطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي. أنا أعتقد أن هذه الصواريخ لم توضع عن عبث. الحويج الصقر هي تعتبر كما ذكرت قبل قليل أيضا، يعني ربما أكثرت من القول عن هذه الحويجة، تعتبرها القوات الإيرانية من أهم المراكز لها في محافظة دير الزور، ربما على مستوى سوريا قبل أيام نفذت. لماذا تعتبرها كذلك؟ حقيقة لا يوجد لدي تفسير، لكن ما نعلمه أنها حولت جل يعني الأماكن التي تقع في داخل هذه الحويجة إلى مستودعات لها، ويعني كان أقامت أو أنشأت ملعب للميليشيات الإيرانية قبل أسبوعين، أقامت دوري لعناصر الميليشيات استمر ربما إلى أسبوع أو أكثر من ذلك. كذلك الأمر تقوم يعني رحلات ترفيهية للأطفال مدينة دير الزور من المدينة ومن الريف الشرقي إلى تلك المنطقة. دائما تكون هذه الحويجة يعني بحضور يعني أو هذه النشاطات بحضور شخصيات بارزة إيرانية، يعني على رأسهم أيضا قائد ميليشيا أبو الفضل عباس بدير الزور عبد الله المسعود، هو من يشرف على تلك العمليات. يعني كل هذه الأخبار، وكذلك هناك يوجد نشر للصواريخ في جنوب الميادين، كل هذه الأنباء وردتنا مساء اليوم عن يعني عن عبر بعض المصادر من داخل الميليشيات. نعم، وضحت الفكرة، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر. عهد الصليبي الصحفي في شبكة نهر ميديا، كنت معنا عبر سكاي من الحدود السورية التركية. اتهم لاجئون سوريون في مخيمات لبنان المنظمات الإغاثية بتهميشهم وحرمانهم من المساعدات. المنظمات بررت بقلة الدعم الممنوح لها ليبقى آلاف السوريين منهكين جراء مكافحة الظروف المعيشية القاسية. وضع اللاجئ السوري في لبنان اليوم أسوأ من ذي قبل، فتقلص حجم التمويل انعكس سلبا على المساعدات الإنسانية التي لم تعد تتناسب مع الحاجة المتزايدة يوما بعد يوم، وعلى وضع اللاجئ الذي لم يعد بمقدوره تأمين قوت يومه، وضع متوقع في ظل الأزمة المالية الراهنة التي يعاني منها لبنان. إلا أن ما هو غير عادل فهو طريقة توزيع تلك المساعدات على فئة وتهميش فئة أخرى. هذا هو حال العديد من أهالي المخيمات في شمال لبنان الذين يشتكون من غياب المساعدات عنهم. نحن وضعنا كتير صعب هون بلبنان،
بيقولوا لنا روحوا على المندوب فلان، بيقولوا لنا روحوا شرق وروحوا غرب، يعني عم يلعبوا فينا مثل الطابة وما عم نشوف أي شيء. في مخيمات كتير عم يستلمون مصاري، بيجوا لعندهم على بيوت بيعطون مصاري، في مخيمات بيعطون كراتين تغذية، كراتين منظفات، حتى بيجيبوا بيعالجوهم بالبيت. نحن ولا شيء عم نشوف من هالشيء هذا خالص. ما سعادات ما لفت لهون خالص، كل ما يجوا هذا سلموه 100 دولار، هذا سلموه 200، احنا هون ما في حدا يجي علينا. مساعدات حولنا وحوالينا بالمخيمات، احنا ما حد يجي، ما عندنا مندوب، روحوا على المندوب ما عندنا مندوب. ويؤكد الناشطون السوريون في منطقة المنيا أن المساعدات باتت تقتصر على 6 أو 7 مخيمات من أصل 100 مخيم موزعة في المنطقة، فيما الحصة الأكبر تتوزع على بعض القاطنين في البيوت من اللبنانيين والسوريين من دون أي مراقبة أو مساءلة. كليات الجمعيات عم يجوا مثلا يسجلونا يعملونا أحصاء انه نحن رح نجيب لكم اسفنجات، رح نجيب لكم حرامات، رح نجيب لكم مساعدات غذائيه، بيروحوا ما عاد بيفرجونا وجههم. تتصل فيهم مره وتنتين بيقولوا لك النمره غلط او الرقم الجمعيه هذا مو مزبوط او نحن ما بنوزع للمخيمات. السعوديه والكويتيه وكل الجمعيات هدول اجبعتوا مصاري للسوريين بالدولار، ما عم يوصلون شيء. بيجوا مثلا بيوزعوا بمخيمات معينه متفقين هي انه كذا مخيم، بيجوا بيوزعوا لهم، حتى بيجوا بيوزعوا للي قاعدين بالشقق، بيوزعوا لهم على اساس انهم قاعدين هني بالمخيمات، بس نحن ما شفنا أي شيء منه. في المقابل تبرر المنظمات الإنسانية هذا التقصير بتقلص التمويل المادي بشكل كبير وتخفيض الدول المانحة لدعمها المعتاد، وتضيف أن توزيع المساعدات على المنازل هو ضمن مهامها أيضا، والجميع بات بحاجة لأي دعم متوفر. لا يستطيع أحد أن يؤدي المساعدات ويوصلها إلى كل الناس وإلى كل المحتاجين، دائما هناك يعني كمية من المساعدات تأتي وتوزع لجزء من الإخوة النازحين السوريين في مدينة المنيا. النازحين الحقيقيين هم في البيوت حقيقة وليسوا في المخيمات، لذلك لا تستطيع أي جهة من الجهات سواء الدولية أو الجهات المحلية أن توصل المساعدات إلى كل المحتاجين، لأن اليوم الوضع في لبنان صعب جدا، اللبنانيين أصبحوا هم بحاجة إلى من يساعدهم، أصبحت المساعدات اليوم هي يعني خفيفة بالنسبة إلى المرحلة السابقة التي مررنا بها. إذن أزمة لبنان تلقي بظلالها على السوريين واللبنانيين على حد سواء، والمطلوب توفير نسبة أكبر من المساعدات وتوزيعها بعدل ومساواة على الجميع من دون تمييز فئة وتهميش أخرى. فالوضع صعب والحاجة كبيرة والتعاون ضروري. للوقوف أكثر عند هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الناشطة المدنية صباح العبيد. صباح، أهلا بك معنا في نشرة الحصاد. هلا حدثتمينا أكثر عن هذه المنظمات الإغاثية التي أصبحت اليوم في دائرة اتهام الكثير من اللاجئين السوريين اليوم؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا، أنا بشكركم على هالإسم وعلى التقرير اللي ضويتوا فيه على المشاكل اللي عم نعاني فيها نحن كلاجئين سوريين بلبنان. نحن بالنسبة للموضوع هذا الجمعيات كلياتها عم تشتغل السوري بلبنان وعم كلياتهم يعني لما عم يجي مثلا عم بدهم يجي يساعدوا السوري عم تجي مساعدات من السعودية من الكويت من قطر من كل دول العالم، أحيانا عم تجي لأشخاص بالغلط، يعني الأشخاص بيجي مثلا شخص بيجي بيقول مسجل المخيمات، نعم بيجي بيسجل المخيمات بيسجلوا لهم بيروحوا بعد يرجعوا. نعم صباح، لكن أسأل هنا عن منظمات بعينها، من هي؟ في الجمعية اللي تابعة للكويتية، في الجمعية اللي تابعة كمان للدول السعودية، في جمعية القطرية. طيب في جمعيات عم تاخذ مصاري لحتى السوري يحصل على المساعد الكرتوني الغذائي. طيب متى لاحظتم هذه المنظمات صباح بدات تتنصل؟ يحصل عليها بلاقي بالكرتوني ما فيها حتى 50,000 اللي دفع 50,000 بيستغلوا بيقولوا له انه نحن رح نسجل لك بدنا منك نسبه، هي بتكون الحصص جاي ببلاش. بتفكر مع الاشخاص المعنيين بهالموضوع هذا بيقولوا لك نحن انا قاعده بخيمه انت مساعدتنا خيام انا بحاجه للمساعده.
بيقولوا لهم هاي المساعده مو للخيم للبيوت. بيصفوا فيهم اللي قاعدين بالبيوت بيقولوا لهم هاي المساعده للخيم. فوين عم بتروح المساعدات؟ عم تيجي اموال طائعه، عم تيجي اموال لو انها بتتوزع على طريق المنظمات الانسانيه مثل الامم المتحده شركاء بتكون افضل. لانه يمكن على القليل عن طريق المنظمات الشريك النظاميه عم بيوصل لكل شيء، بياخذ كل انسان حقه، بيعرفوا العيال، بيعرفوا وين ساكنين، بيعرفوا مين ساكن بالمخيم. طب صباح، متى لاحظتم، متى لمستم هذه المشكلة أن هذه المنظمات التي أسلفت بذكرها منذ قليل بدأت تتنصل من مسؤوليتها في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان؟ نعم، أقول متى لاحظتم أو يعني انتبهتم أن هذه المنظمات الإغاثية التي ذكرتها للتو تتنصل من مسؤوليتها يعني توريد هذه المساعدات إلى المخيمات لاجئين السوريين في لبنان؟ والله أكثر من أول من بداية الأحداث تقريبا، بس ما كان في حدا عم يدور على الموضوع هذا. يعني كل ما بتحكي حدا بيقولوا لك نحن مثلا نحن ما لنا علاقة، حتى مع الشخص المسؤول بتحكي مع المنظمة، بتحكي مع جمعية ثانية بنفس القطاع هم عم يشتغلوا، بيكونوا عم يوزعوا هنيك بمناطق ثانية للمخيمات، يقولوا لنا راجع المسؤول عنكم بالمخيمات اللي موجودة عندكم بالمنطقة. بيراجعوا من العالم بيتصفوا فيهم، يا بيقولوا لهم النمرة غلط، يا بيقولوا لهم المساعدات للبيوت، بيتصفوا فيهم اللي قاعد بالبيوت بيقولوا هاي المساعدات للخيم. مش لا يعني بيختار أحيانا يعني الحاجة يعني كثير للناس، يعني العالم دول ما أنا بحاجة ما بتتصل وبتتابع الموضوع. انا على الاقل على الان عم تجيني مساعده، عم تجيني مساعده باسمي. انت لما عم تيجي عم تسجلني انت عم تاخذ عليه، انت عم تاخذ مساعده بالدولار. الدوله السعوديه بعثت مساعدات للدولار لكل طفل $100 قسم شتويه، وين هي المساعدات راحت؟ ردوا بعثوا للعيال المساعدات $100 لكل عيل لكل عيله. نعم، مساعده كمان للتسكية. نعم، وضحت الصوره. بيحطوا بالزر 500,000 بيوزعوها على اساس انه عم تتوزع $100، في ما عم تتوزع $100، عم تتوزع بالمئات. نعم، وضحت الصوره. صباح العبيد الناشطه المدنيه كانت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. في خبر اليوم، تواجه منصة تروث سوشال التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تواجه إشكالا قانونيا قد يعيق إطلاقها. شعار المنصة يتميز بحرف تي مكسور على خلفية زرقاء، وهو ما أظهر تشابها لافتا بشعار شركة النقل البريطانية تريلر التي أعلنت عنها باتخاذ إجراءات قانونية. هذا ومن المتوقع أن تنطلق تروث سوشال بحلول نهاية الشهر الجاري، التي يقدمها دونالد ترامب كبديل عن منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وذلك بعد حظر حساباته على خلفية اقتحام أنصار له مبنى الكونغرس العام الفائت واتهامه بالتحريض على أعمال العنف. وفي صورة سورية، تضامن الرسام عزيز الأسمر مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. الأسمر قال إن السوريين هم أكثر من خبر الاحتلال الروسي وجرائمه. إننا على أنقاض بيوتنا يلي دمر طيران بشار الأسد والطيران الروسي. نحن عم نرسم الدب الروسي كيف بيضرب بكل السياسات الدولية عرض الحائط، بيحتل الدول، بيمارس القتل على شعوب العالم بدون أي اكتراث للقوانين الدولية، حتى أنه بيوظف الفيتو لاضطهاد الشعوب ولسيطر على مقدراتها. سبق ودمروا الشيشان واحتلوها، وحالياً بأوكرانيا، ونحن أصحاب تجربة مريرة مع الروس، ساندوا الطاغي بشار الأسد في احتلال المدن السورية والموانئ والسيطرة على خيرات سوريا. لهيك نحن نعرف أن هاي السياسة الروسية طالما ما نوضع لحد من قبل دول العالم راح تستمر، وراح يستمر احتلال الدول من قبل الروسية.
بهذا نكون قد وصلنا لختام نشرة الحصاد لهذه الليلة، ونلقاكم في حصاد جديد بإذن الله. بأمان الله. إلى اللقاء.